اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لزميلنا وصديقنا العزيز حمزه شتاوي الصحفي بموقع هيس سبورت المغربي. استاذ حمزه ازاي حضرتك؟ وطبعا هارد لك امبارح على خروج نادي الرجاء. اهلا بك اخويا اسلام، اهلا كذلك بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي، ومبروك للفريق القاهري التاهل الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بالحقيقه يعني كانت ما قبل بدايه المباراه وموضوع الجمهور والتدافع الكبير للجمهور ووجود الجمهور المغربي بشده عكس ما حدث نهايه المباراه. الحقيقه بعد نهايه المباراه شفنا ان الجمهور المغربي بالكامل بيصفق للاعبين لاعبي النادي الاهلي، وكان هناك يعني شكل رائع جدا ما بين اللاعبين بعد نهايه المباراه. أكيد هي في نهاية المطاف هي مواجهة كانت بين الأشقاء، هي مواجهة كانت بين كبيري القارة السمراء الأهلي المصري فريق القاهري الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا، صاحب آخر لقبين من النسخة من دوري أبطال إفريقيا، وفريق الرجاء الرياضي الذي طال وجال في القارة السمراء وتوج في ثلاث مناسبات بدوري الأبطال. فهذه الأمور كلها جعلت المباراة تخطف الأنظار، جعلتها بمثابة نهائي قبل الأوان. أعتقد على أنه مباراة الإياب هنا في المغرب على الإقبال الجماهيري الكبير، لأنه الإقبال الجماهيري كان منقطع النظير، نتحدث على تقريبا ما يقارب 70,000 مناصر اتجهت صوب الملعب، وسعة الملعب لا يمكن أن تتجاوز 42,000 مناصر، فبذلك الإجراءات كانت صعبة من أجل ترتيب الدخول، بضيف على ذلك يعني ارتجالية كانت واضحة من الشركة المسؤولة عن إدخال الجماهير إلى الملعب، يعني ارتكبت أخطاء كارثية في تسهيل وتدبير عملية دخول الجماهير إلى الملعب. لكن بعد ذلك مع انطلاقة المباراة كانت روح رياضية كبيرة بين التنافس، يعني روح رياضية في إطار التنافس بين لاعبي الرجاء والوداد، وفي الأخير كل واحد كان يغني على ليلى، وبعد صافرة النهاية عادت الأمور إلى عادة المياه إلى مجاريها. لاعبي الأهلي حيوا جماهير الرجاء على حضورهم، على كذلك إبداعهم في المدرجات. جماهير الرجاء كذلك صفقت للأهلي وقالت أن الأهلي فريق يستحق المرور إلى الدور الموالي. هذه هي كرة القدم، لابد في الأخير أن يكون هناك منتصر وهناك فريق يغاد. يعني برضو في إطار نفس الاتجاه الكابتن الخطيب بيهدي درع وعلم النادي لرئيس الرجاء ويشكر الأشقاء المغاربة. الحقيقة كابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد رئيس النادي الأهلي طبعا اللي كان متواجد على رأس بعثة فريق كرة القدم في المغرب قام بإهداء درع وعلم النادي إلى السيد أنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء واداله تيشيرت النادي الأهلي. من الواضح أن زي ما حضرتك قلت يا أستاذ حمزة أن العلاقات الأهلوية الرجاوية ستظل دائما متواجدة وستظل دائما هم الكبيرين الحقيقة اللي دائما بيعلموا القارة الأفريقية إيه اللي بيحصل. أكيد ده بكل تأكيد، هي على مر السنين وعلى مر التاريخ دائما العلاقة الرجوية الأهلوية علاقة كبيرة جدا. أنا في مباراة الذهاب كنت متواجد في القاهرة، تواجدت مع زميلكم وزميلنا الأخ العزيز محمد سعيد، أفطرنا مع بعض في النادي الأهلي. نعم. توجهنا للملعب مع بعض، كذلك الزملاء سهلوا عملية دخولنا إلى الملاعب، وكان هناك كذلك ترحيب بالبيئة. هنا في المغرب نفس الأمر، فريق الرجاء رحب بفريق الأهلي، فريق الأهلي أقام في واحد من أفخم الفرص والفنادق هنا، بل كذلك تم منح أفضل ملعب للتدريب. أعتقد في الأخير هي دائما الروح الطيبة والروح الأخوية هي التي تطبع مثل هكذا مباريات. ما أزج ربما غضب الجماهير الرجاوية وما يعني أثار حفيظة الجماهير هو الخطأ الذي ارتكبه الحكم في مباراة الذهاب، غير ذلك الأمور كلها كانت جيدة وكانت في إطار تنافسي شريف بين فريقين كبيرين يعتبران من كبار القارة السمراء. هل النهارده او شفت النتائج اللي حصلت النهارده ازاي؟ لسه طبعا في مباراه هتتلعب الساعه 12، ولكن شفت بقيه النتائج النهارده ازاي في دوري ابطال افريقيا؟ طبعا خروج سان داونز وتاهل بترو اتلتيكو وتاهل وفاق سطيف على حساب الترجي. اكيد اول شيء نبدا بالمفاجاه الكبيره، وفاق سطيف اعتقد على انه فاجأ الجميع، الترجي الرياضي ربما لا اقول استصغر الوفاق لانه الوفاق تاريخ كبير في الكره الجزائريه والعربيه والافريقيه، لكن ربما كان يعتقد ان حظوظه وافره اكثر، ومع ذلك تفاجأوا بهدف في الدقيقه 20، بعد ذلك عرف الفريق الجزائري كيف يحافظ على النتيجه. المباراه الاخرى بترو اتلتيكو تطور الاداء، بترو اتلتيكو الذي هزم امام الوداد هنا في المغرب في الجوله الاخيره من دور المجموعات بخماسيه، ليس هو بترو اتلتيكو الذي واجه سان داونز ذهابا وايابا، اعتقد على ان هناك تطور ملحوظ، فريق يستغل اصداف الفرص وعنده تلك النجاعه الهجوميه الكبيره، لا يصنع الكثير من الفرص ويستغل الفرص بطريقه كبيره جدا. تاهل مستحق
بيترو اتليتيكو على حساب ماميلودي سانداونز. اليوم الانظار تتجه صوب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مره اخرى، مباراة كبيرة. الوداد الرياضي الصديق شباب الوداد، الوداد عاد بفوز ثمين من خارج الديار 1-0، وهو الذي لعب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة والثامنة. اليوم يستقبل شباب الوداد، حظوظ الوداد كبيرة جدا، لكن أنا واثق أن الوداد الرياضي سيلعب المباراة وكأنه لم يفز ذهابا من أجل أن يحافظ على تركيز لاعبيه ليؤمن عبوره إلى نصف النهائي. وبعد ذلك الوداد عنده كل الإمكانيات وعنده كل المقومات لينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ووفاق سطيف وبيترو أتليتيكو. الأهلي وفاق سطيف، غالبا الوداد وبيترو أتليتيكو، مين اللي ممكن يصعد إلى الدور النهائي من وجهة نظرك؟ هي الوداد، والوداد شباب الوداد يعني المباراة لم تنطلق بعد يعني، ولكن أنا بتكلم على الحظوظ الأكبر يعني. أكيد يعني بالنسبة لمباراة الأهلي أنا أقول يعني يعني حسابيا نتحدث بلغة الأرقام حتى نكون منصفين، الأهلي حظوظه قوية ووافرة جدا تاريخيا وكذلك في الحاضر مقارنة مع وفاق سطيف، سواء على المستوى الفردي لعدد من اللاعبين أو على المستوى الجماعي. فريق الأهلي فريق يعرف كيف يلعب، عنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين نقول في المغرب حريفية يعني يستغلون، يعرفون كيف يخطفون الفوز وما فعلوه أمام الرجاء. كذلك بيترو أتليتيكو أعتقد حظوظه كبيرة جدا، لكن لو تأهل الوداد وهو الحظ أو وهو صاحب الحظ الأوفر في مباراته أمام الوداد اليوم سيكون حظوظه وافر. أنا أتوقع بشكل كبير، أتوقع أن النهائي سيكون بين الوداد الرياضي والأهلي المصري في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا، وإن كنا لم نبلغ دور النصف النهائي بعد، لكن أتوقع الوداد والأهلي المصري في النهائي. نتمناها ان شاء الله نهائي عربي. انا بشكرك جدا صديقنا العزيز وزميلنا الاستاذ حمزه شتاوي من الناقد الرياضي طبعا في جريده هاسل سبورت المغربيه، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك الدائم الحقيقه معانا.